أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصالات ونأخذ اتصال الأخت أم محمد من حائل. تفضل يا أختي أم محمد. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخة بسأل عن العمالة هالحين لما استقدمه أنا وحطه عندي وأجره مثل شهر يعني ب2000 3000 وأعطيه راتبه وأعطيه زيادة شوي، هل يجوز هذا ولا لا؟ العمالة لها نظام عند وزارة العمل، لابد أن تتمشي على النظام الموضوع للعمالة، ولا شك أنك إذا كنت محتاجة إلى خادمة أنك تستعملينها أنت في حاجتك، أما إذا استغنيت عنها فلا حاجة إلى استقدامها والطمع في عملها وأكل تعبها، أغناك الله عن هذا. نعم.